ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردشت. قبل الظهر بعد الظهر. اتصلت بصديقي الأستاذ الجامعي وطلبت منه أن نلتقي بعد الظهر كي نذهب في مشوار مع أطفالنا إلى الزبداني، فاعتذر مني لأنه لا يملك الوقت الكافي، فهو يعمل سائق تاكسي وردية تانية اعتبارا من بعد الظهر حتى منتصف الليل. ثم اتصلت بصديقي الصحفي في جريدة حكومية فاعتذر أيضا لأنه يعمل على سيخ شاورما ما بعد الظهر، وهكذا دواليبك. فصديقي مدرس مادة النحت في كلية الفنون يعمل نقاشا لشواهد القبور اعتبارا من بعد الظهر، بينما صديقي الدكتور الاقتصادي الموظف في البنك المركزي فكان مرتبطا بعد الظهر بعمله كمحاسب في سوق السيارات في الحجر الأسود، في حين أن صديقي البروفيسور الموسيقي ومدرس مادة الموسيقى الكلاسيكية في المعهد العالي للفنون الموسيقية كان مرتبطا بعملين، الأول بعد الظهر كعازف كمان خلف المطرب أبو عبد العترماني في مطعم الخمائل الزرقاء في الغوطة، وليلا كعازف أورك في كازينو قصر الزعفران في الربوة خلف مطربة رومانية تغني لإم كلثوم. أما صديقي مدرس مادة علم الحيوان في معهد الطب البيطري فهو يعمل بعد الظهر إجير لحام جمل وقواعيد بدومة، وهو أفضل من يشفي لحم رقبة القواعيد في دمشق. وكذلك اعتذر صديقي الممثل مدرس مادة التمثيل لأنه مرتبط بعد الظهر بدوبلاج أفلام الكرتون. لم أيأس وقررت أن أستمتع بوقتي رغم أنني لا أملك المال أو الأصدقاء الذين يملكون الوقت، وبدأت رحلتي الثانية لكسب السعادة اليومية. عدت من عملي وأنا لا أعمل طبعا، واتصلت بصديقي سائق التاكسي بعد الظهر وصعدت معه مجانا إلى دوما، وهناك أعد لنا صديقي إجير لحام القواعيد وجبة مشوية من رقبة الجمل لا تنسى. ثم أوصلني صديقي الشوفير الأستاذ إلى المقبرة ومضى ليلقوط رزقه، بينما مررت على صديقي نقاش شواهد القبور وشربت معه كاسة شاي أكرك عجم وترحمت على موتاي قليلا كي لا يحسدوني على السعادة التي تغمرني، السعادة التي لم يذوقوها في حياتهم أبدا. وتابعت المسير على الأقدام إلى البيت، وأخذت أطفالي معي بواسطة باص النقل الداخلي الأخضر في زيارة إلى صديقي مدبلج أفلام الكرتون كي يتفرجوا على الممثلين وهم يدبلجون برامجهم الكرتونية ويستمتعوا بها أيضا. أوصلت الأولاد إلى البيت بباص النقل الداخلي الأخضر كما أتينا، ومن البيت اتصلت بصديقي شوفير التاكسي الأستاذ فأتى، وذهبنا أنا وهو إلى كازينو الخمائل الزرقاء في الغوطة حيث استقبلنا صديقي عازف الكمام بزجاجات البيرة المثلجة، واستمتعنا بصوت أبو عبد العترماني وهو يغني يفضح شيطانك يا عرق طن دوختي راسي يا عرق طن. وخرجنا بعد ذلك برفقة صديقي عازف الكمان لانتهاء دوامه في هذا الكازينو، وأوصلنا صديقي الشوفير الأستاذ إلى صديقي المحاسب في سوق السيارات في الحجر الأسود، ومضى يلقوط رزقه على التاكسي دوننا. بينما خرجنا أنا وصديقي المحاسب وصديقي عازف الكمان بسيارة مرسيدس استعارة لمدة 5 ساعات باتجاه كازينو قصر الزعفران في الربوة، لكننا قبل ذلك مررنا بصديقي الصحفي الحكومي بائع الشاورما دوام تاني وأكلنا ما فيه النصيب من السندويش، ثم اتجهنا نحو الكازينو ودخلنا بمعية صديقي عازف الكمان الذي يتحول هنا إلى عازف أورج، واستمتعنا بمعيته بصوت المطربة الرومانية التي كانت تغني ودهكنا دهكة طفلين ماء وأدونا فسبكنا زلنا، وصرخنا أنا وأصدقائي أزمة على أزمة يا ست. طيب والأطفال؟ فرجيناهم أفلام كرتون شخصي ما بيكفي؟ هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.